شوفوا اسمه لو الف يسار واروح للبلايرز راح اشوف نفس اسمي بالضبط ليفل 120. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد من سلسلة محترف، وبالمقطع هذا راح نتعلم شلون نشيل مسدسين في ريد ديد اونلاين. قبل ما نبدا لا تنسوا اللايك والاشتراك، يلا نبدا. يا هلا ومرحبا بالاساطير، رجعت لكم في مقطع جديد وجميل من اللعبه الاسطوريه ريد ديد اونلاين. بما انها سلسله محترف اليوم راح نتعلم شلون نشيل سلاحين. لو تلاحظون انا عندي مسدسين ولكن انا شايل واحد، علشان نشيل اثنين عندك طريقتين. الطريقه الاولى توصل ليفل 25، والطريقه الثانيه انك تفتحها بالذهب، وهذا اللي راح نسويه اليوم لاني انا ليفلي 20 توني ما وصلت ليفل 25. فشلون نفتحه؟ نفتحه بالذهب. نروح لمحل اسلحه، معلش بلاعيمي ممكن صوتي شوي. نجي لمحل اسلحه ونشتري منه الحزام الخاص في المسدس الثاني. نروح للاكسسوارات، بعد نلف من هذا النوع. عندنا واحد يفتح معانا ليفل 25 اللي هو هذا، فيقول لك تشتري ليفل 25 او تشتري الحين بالذهب. فبشتري بالذهب، تختار اللون، بعد تضغط L2 يطلع لك قطعة ذهب واحدة، او انك تنتظر لليفل 25 ويفتح معاك. فانا كوني مستعجل وابي الحين فراح افتحه بالذهب، وانا ما عندي الا قطعه ذهب واحده اساسا. فيلا نقول بسم الله. الحين خلاص بعد ما خذيت الحزام، الحين بعد ما شرينا الهولستر او الحافظه، تروح بس للخيل وتاخذ السلاح الثاني. راح تشوف صاروا اثنين، وتشوف اللبس. احنا شرينا الهولستر الصغيرة اللي هو الحافظة او المخبة، وصار عندنا الحين مسدسين بطريقة جدا سهلة، قطعة ذهب واحدة او انك تنتظر لليفل 25. وعندنا الحين طريقة ثانية ما في منها فايدة ولكن تنفع للشكل. لو تلاحظون الخيل عندي متوسخ فما اقدر انظفه لان ما عندي الفرشة اساسا، فلازم نروح للكتاب ونشتري الفرشة. نروح للخيول والحين نختار آخر واحدة، بعدها نلف يمين يمين. هذه سعرها $3 ولا شيء، نشتريها. طبعا تشتريها بس مرة واحدة تقعد معك على طول، بعدها تطلع ننزل من الخيل وننظفها بالطريقة هذه. طبعا هي ما تعطي قوة للخيل ولا شيء، بس مجرد نظافة لا أكثر ولا أقل، وأشوفها مهمة ولازم تشتريها. سعرها رخيص جدا يعني ما تكلف $3. لازم تبدأ ردد صح. فايش رأيكم نعوض ونروح نجيب لنا باونتي؟ كون احنا الحين خسرنا شنو؟ خسرنا الذهب. نروح للباونتي ونختار، نختار لا نبي واحد، نختار هذا. ايش رايكم؟ يلا سعيد الحظ. نروح نجيبه، لازم نحلل دافعين فيها كم. 15 قطعه ذهب. فنروح نجيبه، اتمنى يكون قريب. شوف مكانه وين. والله مكانه، شوفوا هو مكانه بعيد بس هو جاي، راح نتواجه هني. نروح نجيبه، طبعا راح نرد للبلنتاين. تعال يا حبيبي، احنا دافعين شنو؟ احنا دافعين ذهب، احنا دافعين ذهب. خلونا نشيل اللي هني، بعدها نكمل على ذاك. ايش رايكم؟ يلا ليتس جو. يلا كمل على الثاني، كمل على الثاني. طبعا انا ابي الباونتي ما يهرب، للاسف خلص الديد اي وهقني.
نبي الباونتي. يعني شوف هو الحين الباونتي حاط روحه يعني ما يدري شو صاير. طبعا الباونتي حاط روحه هو اي واحد اللي ساب اليمين علشان نتاكد لازم نسحب بالحبل. حلو الباونتي الموجود في العربه. القنبز حلو بس ليش اعطاني وقت كثير والله؟ عم روحه ما يدري شنو السالفه. تصدقون تعال تعال عم روحه غبي. ها تعال 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 حبيبي هذا اللي ماكل لحم تمساح. الديد اي حلو بس لاني مبتدئ وانت تسوي ديد اي يخلص فيوهقك. شيله شيله الحين نجيب الخيل وبروح اسلمة طبعا. قلل الوقت بسرعة. كان كم كان 17 صح؟ غريبة شلون قلل انا ما ادري. اذا جلتش هذا احلى جلتش والله. فنروح نسلم على طول. بس ليش ما اسوي حركة حلوة؟ تجرى هذه ترى كل شيء له مكافأة باللعبة. هولي شيت هاك هذه هاك هذه بعد. صعب انتظر 8 دقائق فبروح اسلمه على طول. يلا حبيبي وصلنا وصلنا وصلنا. هدي 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 هدي. شوف كم الذهب عندي. عندي 0.53 يعني اقل من قطعة ذهب. فخلنا نشوف كم يعطيني. القنبز يلا يلا يلا. انت مطلوب بالعدالة ايش فيك مجنون انت؟ حلو خلنا نشوف المكافأة. اتمنى يكون يعني 24 راح يكون شيء حلو. شوف كم 22. اوه شيء جدا جدا عادي. 6 دولار اوف. لو اني منتظر يمكن احلى. نجي الحين نسوي تحديات يوميه على السريع. نلف سام يسار دايلي تشالنجز جنرال. عندنا الامريكان جينسينج. طبعا انا خليت وحده بس كنت موقف تسجيل. تحصلونها تحت الشجره هذه. تحصلونها هني تحت. نفتح الخريطه. هني تحصلون وحده. هني تحصلون 5 عموما. نروح للموقع الثاني راح يكون تحت الشجره اللي قدام. نحصل واحدة بعد. هش حصلون واحدة هني. هذه واحدة. ونروح لي طبعا ما راح اخذهم انا اجيهم بعد شوي. واحدة ثنتين ثلاث. هذه واحدة. الواحدة ثنتين ثلاث. وهني تحصلون الرابعة. هذه الرابعة. بالخامسة تحصلونها. نتقدم شوية بس. بس عشان ما اطول بالتسجيل. نسوي اختصار. تجون عند الشجرة هذه. وتحصلون وحدة زابنة هني. هذه رقم 5. اماكنهم جدا سهلة. شنو عندنا تحدي بعد يكون سهل. يبي من السكن النسر الامريكي الموجود في التمبل وود. اسحب عليه. هذا يبي ندمر مخيمات اذا رسبنوا طبعا. اسحب عليه. يبي من مهمات بوي. اتوقع هذا بوي موجود في في المنطقة هذه اللي ما اعرف اسمها. انا ما اعرف انطق اسمها صراحة. تحصلونه هني. هذا اتوقع انه بوي نسبة 90% اذا حابين تسوون طبعا المهام. الحين نروح لي شوف اخر مهمة شنو. حلو نروح للشاب اللي في الساندوني. لا اتوقع تكرشتني. حلو لا ترى اللعبة ما تكرش يعني نفس قبل. الحين نجي للتحدي الاخير. نلف سام يسار دالي تشالنجز جنرال. عندنا الشوب اللي في الساندوني. بس تجون عنده هذا هو.
نفتح الخريطة. هذا شكله. بالمقطع الجاي ممكن العب البلود ماني. بس تروح تدخل داخل الشوب راح يحسب لك تحدي على طول. جدا سهل. خلينا ذهب. وهني اكون وصلت لنهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة. نشوفكم ان شاء الله في مقاطع قادمة. السلام عليكم. يا اخوان لقيت هذا الشخص نفس اسمي. شوفوا نفس اسمي بالضبط. شوفوا اسمه لو الف يسار واروح للبلايرز راح اشوف نفس اسمي بالضبط. ليفله 120. فقاعد اكلمه اقول اذا انت عارفني افتح المايك. الو الو انا قاعد اسجل مقطع. اتمنى اذا عندك مايك تفتحه. للاسف ما يفتح مايك. بس هو هاك نزل لي صناديق ذهب بس انا ما خذيتهم. نزل لي الصناديق هاي طبعا ما راح اخذهم لان انا بادي من الصفر فما راح اخذ ذهب منه طبعا. بس انا نسيت لا اتكلم عن شغله مهمه جدا بخصوص الاسلحه. فخلونا نروح لمحل الاسلحه وارجع لكم. هذا جالي شوفوا. انا قاعد اكلم اقول الو الو تسمعني تكلم بس شوفوا خلاص خلاص يلا خلنا نطلع. يلا خلنا نبعد عنه نروح لمحل اسلحه لان نسيت اتكلم عن شيء. طفيت اللعبه بعد المونتاج تذكرت اني ما تكلمت عن نقطه مهمه. فنروح لمحل الاسلحه ونتكلم عنها هناك. في نقطه مهمه جدا اذا فكرت تاخذ سلاحين خلهم نفس الشيء لا تخليهم مختلفين. مثلا انا عندي سلاحين. عندي المسدس اللي اسمه الكاتل مان وعندي الدبل فمو نفس الشيء. فراح اشتري نفس هذا سعره ممكن 30 دولار. نروح لمحل اسلحه. طبعا النمر اللي قبل شوي كاتب نفس اسمي بالضبط. مستحيل صدفه مستحيل اكيد يعرفني. فقلت له اذا انت تعرفني وتسمعني اكتب لي بالكومنت. ان شاء الله يكتب لي في كومنت اليوتيوب. نروح للريفولفر. بعد نروح نشوف هذا هو. سعره يا بلاش نشتريه نعدل عليه علشان يكون اي شيء يعطيني قوه راح اركب. طبعا الشكل انا ما احتاجه. حلو حلو حلو. الحين خلاص اطلع نقفل الكتاب ونروح ونشوف سلاحنا الجديد. نروح طبعا لخيلنا ونشوف الأسلحة. الحين عندي الكاتلمان وعندي الكاتلمان نفس الشيء. شوفوا شو اشكالهم. شو بس شلون الف. ودي الف الصورة بس مو قادر. شوف شوف شيء رهيب. حتى شكله حلو. اسوي مشاكل كون نهاية المقطع. يلا 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 تعال تعال تعالوا. الله صابهم ضعف. بس المشكلة مو قادر اشوف ال. لو اقدر الف الشاشة راح يكون شيء. شوف شكله جدا فخم. نو بليز دونت كيل مي. فالنمر اللي قبل شوي صدقوني عرفني صدقوني عرفني. كم هي بيبي. شوفوا طبعا متى نفتح حركات الاسلحه بعد ما نطور او نرفع رانك الباونتي هانتر. راح نبدا في حركات الاسلحه. وبس هني اكون وصلت لنهايه المقطع. شكرا لكم على المشاهدة وشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة. السلام عليكم. الهروب الكبير. Good job, boy.